عناوين نينتندو الكبيرة اختفت بعد إطلاق لعبة أنيمال كروسينج. أتوقع اللعبة دخلت ذهب للشركة وخلتهم يتركوا تطوير الألعاب وشغلوا موظفين بس في عدد الفلوس اللي دخلت عليهم. المهم هذا مش موضوعنا. نينتندو أطلقت في شهر فبراير لعبة ماريو 3D وورلد اللي كانت نازلة على جهاز الويو ومعها إضافة جانبية بعنوان باوزر فيوري. في هاي المراجعة ما حنتكلم على لعبة ماريو 3D هاي وراح نركز على الإضافة لأسباب حتعرفوها بعد المقدمة. قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايكات بليز، صرنا نشحد مثل اليوتيوبرز. ما علينا. ماريو 3D وورلد نزلت على جهاز ويو ولما نزلوها على السويتش ما سووها الاختلاف العظيم، هي اللعبة نفسها فما في داعي نحكي عنها. بس بالمختصر هي لعبة ماريو كلاسيكية بعالم ثلاثي الأبعاد، مش عالم مفتوح مثل ماريو أوديسي. هي أقرب ما يكون للعبة ماريو ديلوكس اللي نزلت من سنتين على السويتش وكانت برضو إعادة إصدار. المهم إنه عاد من الألعاب ماريو أنا شخصيا ما بحبه وبمل منه بسرعة. ما بعرف شو رأيكم فيه بس أنا ما كملت فيها ساعتين صراحة، لأنه بحس حالي بلعب مراحل جديدة من ماريو نفسها الكلاسيكية، بعكس ماريو أوديسي اللي بتشوف فيها عالم جديد وطريقة لعب رهيبة وقصة وأحداث حلوة. الفكرة إنه هاي اللعبة ما حتكلم عنها وما حتكلم عن تقييمها ورأيي فيها، أنا حتكلم بس على الإضافة الجديدة، وبالنسبة إلي بعتبرها أفضل إضافة بتاريخ نينتندو. مش بس هيك، واحدة من أمتع ألعاب ماريو بالتاريخ صراحة. المفروض هاي الإضافة تكون لماريو أوديسي مش لماريو 3D وورلد، لأنها نفس ستايل اللعب والعالم. راح تلعب مغامرة أنت وباوزر جونيور اللي بيحاول ينقذ أبوه من الشكل اللي تحول له ويرجعه على طبيعته، وتبدأ تجمع شمسات أو شموس، مش عارف شو جمع شمس صراحة، وراح تفتح فيهم جرس عملاق بيحولك لسوبر ألتيميت سايان أنديفيتد ماريو كات فورم إديشن اللي أنتوا شايفينه هذا في الصورة، وراح تتحدى باوزر تحدي قط لقط. ستايل اللعبة عاملينه لعشاق البسس أو القطط، وراح تلاحظوا إنه كل شيء في اللعبة عبارة عن بسس، حتى الحمام. مخرج اللعبة تافه صراحة. الجيم بلاي هون مفتوح معاك بشخصية ماريو، بتقدر تعمل كل الحركات الرئيسية اللي كنت تعملها بماريو أوديسي بس للأسف بدون كابي، وعندك ديناصور بتقدر تركب عليه في المي، وبتقدر تتحول لبسة إذا لقيت جرس، وراح تدخل بمناطق في الجزيرة وكل منطقة إلها ألغازها الخاصة، وبعضها راح تنتهي بقتال وحش، وبعضها راح تحتاج مهارة في اللعب لتخلصها، وبعضها راح تلاقي بسة بتعيط وبدك تجيب لها أولادها. هاي اسحب عليها لأنه مش قاعدين نلعب باربي إحنا. العالم كثير بيشبه ماريو سانشاين، أجواء بحرية نار صراحة، بس مش معناه أنه كله متشابه. راح ينقلب العالم 5000 مرة وانت بتلعب، راح يصير مطر وثلج وشوية براكين على اختلافات غريبة، وراح تعجبك على الأكيد. وكل ما تدخل بمكان راح تحس أنه في أوركسترا شغالة وراك تعزف على حسب انت وين رايح، وكل عزفهم إبداع. كثير حلوة هاللعبة، من النوع اللي بتبدأ فيها وما بتتركها لغاية ما تخلصها. النوع هذا من الألعاب بيضيف متعة رهيبة، يمكن لأني عشت ألعاب ماريو فبحب أشوفها بشكل متطور. هاي الإضافة صحيح إنها بس 6 ساعات بس جد استمتعت فيهم وذكرت قد ايه كانت ماريو أوديسي رهيبة، وبتمنى نشوف جزء جديد من هالسلسلة. المشكلة الوحيدة في الإضافة إنه ما بتقدر تشتريها لحالها بدون ماريو 3D وورلد. أنا مش من عشاق هديك صراحة، وإضافة باوزر فيوري ما بتستحق $60 لحالها. التنين مع بعض ممكن، بس لو انت مثل حالتي وما حتلعب الا الاضافة فما انصحك تشتريها الا لو وصلتها بسعر رخيص، لانها فعلا تجربة جميلة جدا. تقييم النهائي للاضافة فقط 9.5. اللي جربوا اللعبة احكوا لنا رأيكم بالتعليقات. كان معكم عماد من ليفل اب، في امان الله.